متابعي قناة شوف تيفي الاهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم عن ظهور 665 حاله. للاسف الارقام بقات كترتفع مقارنه مع الامس. طبعا كما قلنا البارح كان الارقام منخفضه بزاف، ولكن اليوم ارتفعت للاسف. 665 حاله اصابه مؤكده جديده كترفع العدد الاجمالي الى 495,421 حالة، فيما عدد الوفيات 6 ديال الوفيات كترفع العدد الإجمالي إلى 8813، فيما حالات ديال المتعافون اليوم 580 كترفع العدد الإجمالي إلى 483,156، والحالة الناشطة مازال مستقرة في 3443، فيما الحالات التنفس الاصطناعي الحالات تحت التنفس الاصطناعي والاختراقي 25، والحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي 230 حالة، فيما حالات ديال الوفيات نعطيكم حسب الجهات: جهات الدار البيضاء 16 ديال الوفيات الدار البيضاء، جهات الرباط سارة القليطرة 2 الوفيات، حالة بسيدي قاسم وحالة بسيدي سليمان، جهات مراكش أسفي حالة وفاة وحدة بمراكش، جهات الشرق حالة وفاة واحدة بوجدة، صفر حالة بالسقية الحمراء، جهة العيون السقية الحمراء، صفر حالة بجهة الدخلة والدار، صفر حالة بجهة طرج طوال الحسيمة، جهة طلعة تافيلة صفر حالة، وجهة سوس ماسة، جهة بني ملا الخنيفرة، جهة قلميم وادنون، جهة فاس بكناس، كل هذه الجهات صفر حالات وفاة الحمد لله. ولكن الأرقام مازال كترتفع، وحنا تندق ناقوس الخطر خاصة بعد تعليق الرحلات الجوية بين المغرب من وإلى إسبانيا وفرنسا بعد ظهور السلالة الجديدة المتحورة النسخه ديال بريطانيا. نتمنوا نتغلبوا على الجائحه في القريب العاجل، نتمنى ترجع المياه المجاريه ونتفادوا هاد المشاكل المتسابقه. نشوف تبين الكل تيدق ناقوس الخطر مع هاد الارقام. هذه الاجواء ديال تطوان المسائيه. كل من كتابعونا مرحبا بكم معنا اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. عدد ديال المستفيدات والمستفيدين من التحاليل من الجرعه، أصحاب الجرعة الأولى 4,315,802، فيما الجرعة الثانية 3,566,498، وبهذا تنكون على مشارف 8 ديال المليون. تجاوزنا 4,6,7,7.5 كثار، يعني على مشارف من 8 ديال المليون، يعني قرابي نوصلوا 8 ديال المليون ديال الجرعات الحمد لله. اذا اعتقد بهذه المؤشرات اذا بقات هكا وحنا مقبلين على شهر رمضان، وبما ان الحكومه تعلن رسميا في الاسبوع الاخير قبل رمضان اسبوع فقط، واش غيتم تمديد، واش غيكون الحجر الصحي الشامل ام ماذا؟ طبعا نتمنى الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء. كاين الناس اللي كتقول خصها تصلي طبعا التراويح الكل والكل انت توحش ومحتاج في الاثناء. انتم كتلاحظوا متابعينا السيارات ديال الامن، كما كتلاحظوا القائد والسلطات الامنيه كتراقب في هذا الوقت المحلات التجاريه. اذا دائما متابعي قناه شوف تيفي معكم في هذا البث المباشر، انتم كتلاحظوا السيارات ديال السلطات المحليه كتراقب الوضع هنا عن كثب، قائد ديال المقاطعه وسلطات ديال الامن لضبط كل المخالفين اللي ما التزموش بالقانون ديال الاغلاق. اذا دائما متابعينا مشاريع جيش الملكي لمدينه تطوان، انتم كتلاحظوا شنو اللي كاين في هذا الاثناء. نتمنوا الدعوات ديالكم اللي يرفع علينا هذا الوباء، لان كاين اللي تيقول لك هذا السيناريو غيتعاود. بالفعل ممكن يتعاود، لماذا؟ لان الارقام ما مستقراش وكندقوا ناقوس الخطر. اذا الارقام هي الحكم الان بالنسبه للمغاربه. نتمنوا الناس تاخذ الامور بجديه وروح المسؤوليه، لان الكل ينتظر العوده للحياه الطبيعيه، ولكن على ما يبدو الارقام مازال كترتفع على بالنسبه للمصابين وبالنسبه للوفيات. ونتمنى وان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. دائما متسابقا نشوف تبعكم معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحمراء والبيضاء. تطوان سجلت حالتين مصابه فقط وصفر حاله وفاه الحمد لله، ونتمنى وكذلك ترجع المياه المجاريه في القريب العاجل. هذه الاجواء ديال تطوان، قلنا من كتابعونا كيفاش دايره الاجواء في المدن ديالكم في هذا المساء. انتم كتلاحظوا السيارات ديال الامن السلطات المحليه تتراقب عن كتب الساعات ديال الاغلاق ديال المحلات التجاريه هنا في شارع الجيش الملكي، ونتمنى وان شاء الله ترجع المياه المجاريه اللي مالا، ونرجعوا صفر حاله وفاه وصفر حاله مصابه بكورونا ان شاء الله، ونودعوا كورونا ونحتفلوا جميع بالفصل الصيف. طبعا ما كرهناش ندوزوا رمضان بطقوس ديالو، ولكن اذا استطاعت الضروره انه يتم الحجر الشامل
بالنسبة لرمضان ونتحملوا هذا الشهر، وإن شاء الله بعد عيد الفطر تكون تبارجعت الأمور المياه المجرية وتفتح وتم إنقاذ الموسم الصيفي كذلك. ملي كنهضر على الموسم الصيفي ماشي زعما الفئة ديال البحر وما خصناش الجوع ما يحلوا، لا بالعكس بغينا بيوت الله تحل، ولكن تخوفات خاصة مع ظهور مدينة الداخلة الناظور يعني مجموعة ديال المدن اللي كتعرف حركة غير عادية. إذا نتمناو إن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل من شارع جيش الملكي اتجاه شارع المسيرة مدارة إيسو، وهذه الأجواء المسائية أو الليلية 8:21 دقيقة متتبعينا ولا من كتبعونا كيف زال الأجواء في المدن ديالكم، ونتمنى إن شاء الله في القريب العاجل ترجع الحياة الطبيعية لمالا وتنتعش الحركة الاقتصادية والسياحية والكل تنتظر العودة الحياة الطبيعية، لأن صندوق ناقوس الخطر مع هذه السلالة المتحورة الثالثة النسخة البريطانية اللي تغزو أغلبية المناطق اللي نتمنوا إن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية كما قلت ونتغلبوا على هذه الجائحة. إذن هذه الأجواء المسائية ديال تطوان، نقول لنا من كتبعونا كيف داير الأجواء في المدن ديالكم، نتمنى ان شاء الله ترجع المياه المجاريه في القريب العاجل، ولكن مزيد من الحيطه والحذر لان بصراحه كنلاحظوا الاكتظاظ في مجموعه ديال المحلات مجموعه ديال الحافلات النقل الحضري النقل العمومي الطوبيسات يعني كان شيئا لم يكن في الوقت اللي الارقام مازال كترتفع. نتمنى صادقين ما تفاجئوش بشي حاله ماشي هذيك، ولكن الاهم هو نديروا اليد في اليد ونتغلبوا على هذه الجائحه واحترام ديال القانون اجراءات احترازيه ومسافات الامان، لان مسافات الامان هي الكل. طبعا الكل كاين دابا بزاف ديال المواطنين بصراحه اللي مع واللي ضد، كاين اللي كيقول لك لا باش نضمنوا الامور ديال الاستمراريه انه رمضان غيشكل واحد الضغط المساجد عامره وكذا، وربما لا قدر الله نصبروا في هذا رمضان الاجر واصل الانسان يصلي في الدار ديالو. كاين يقول لك لا احنا عام رمضان اخر ما صليناش وكذا، ولكن اذا هنا كاين اللي مع وكاين اللي ضد، ولكن السؤال اللي فرض راسه بالحاح اللي كيطرح راسه بالحاح عفوا هو التخوف من انتشار هذه السلاله اللي كاينه الان، وهذا هو المشكل وهي سريعه الانتشار وكتشكل واحد الخطر كبير. اذا نتمنوا الدعوه ديالكم دائما الله يرفع علينا هذا الوباء الله يحفظ، هذا هو الاهم، مزيد من الحيطه والحذر وروح المسؤوليه والوطنيه متتبعينا، لان احنا هذا هو الاهم. اذا هذه الاجواء المسائيه ديال تطوان، قولوا لنا من كتبعونا كيف داير الاجواء في المدن ديالكم متتبعين قناه شوف تيفي، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، نتمنوا في القريب العاجل ان شاء الله ترجع المياه لمجاريها وترجع الحياه الطبيعيه، هذا هو الاهم. هذه الاجواء ديال تطوان، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، نتمنوا قبل ما نقطع هذا المباشر كل واحد يساهم في التوعيه المحيط ديالو الاسري والمهني والعائلي والشخصي باش نتغلبوا على هذه الجائحه، لان هذا الشيء طبعا تاسف وخطير بزاف، ولكن كتبقى كما قلت كل واحد والضمير ديالو روح المسؤوليه ديالو. شكرا لكم، كان معكم معتكف كالعاده، الى اللقاء في مباشر اخر.